ولجنا العالم الفلاحي بمشاريع مبتكرة من خلال إطلاق مؤسسات ناشئة تهدف إلى رفع مردودية القطاع باستخدام تقنيات ذكية في الزراعة. هذا أليمونت بيتايت مضر للحليب بصفة ما شاء الله، جربناه على الأبقار، زاد من 6-8 حتى 10 إطرات للبقر على المعدل الطبيعي اللي كان تحلبه من قبل، يعني حاجة مليحة بزاف. هذا هو الشيء اللي خلاني نتوجه لهذا النوع من الزراعات. هذا النوع من الزراعات فيه ديزافونتاج بزاف، من بين ديزافونتاج هذو تختصر المساحة، نخدم 10 قناطر في وحدة إنتاجية طول 10 مترات على عرض 3.5، 10 قناطر كل يوم، 70 قنطار في السمانة. أشغل اللقاء الوطني حول المرأة والمؤسسات الناشئة فرصة لحاملات المشاريع لطرح انشغالاتهن على الوزارة المعنية لتجاوز العقبات وفتح الأفاق. الانشغال الوحيد اللي طرحته هي الأرض الفلاحية. الانشغال الوحيد اللي عندي أنا الأرض الفلاحية باش نقدر ندير أنوفا كبير، يعني عدد كبير اللي نقد نصدره. بشكل سي ليكسبورتاسيون. ليكسبورتاسيون أنا راح نكسبورتي هكذا كيما راه. بعد إن شاء الله راح نقوم بتصنيع مواد تجميلية وطبية انطلاقا من الوعاء تاعو. 60,000 امرأة فلاحة تم إحصاؤها في الجزائر، ما يلزم تدعيما أكثر لهذه الفئة لدعم حقيقي للمشاريع المصغرة قصد المساهمة في الاقتصاد الوطني.